ماليزيا واليمن بعلاقات تاريخية قديمة وذات صبغة ثقافية ممتدة للثقافة العربية الإسلامية. فالماليزيون واليمنيون وفق هذه العلاقة التاريخية يمتدون إلى جذر ثقافي واحد اللي هي الثقافة العربية الإسلامية. نقدم أغلب الوجبات اليمنية المشهورة مثلا كسلتة، الفحسة، المندي. سلتة تعتبر من أشهر الأطباق الساخنة يعني في الوادي، ومتواجدين حيث وجدنا بعض الطباخين المحترفين أو المتمرسين بهذه الشغلات، يعني كل حسب صفته أو مجال عمله. صغرنا على أنواع المأكولات اليمنية وأقرب إلى قلوبنا من أي شيء آخر، وأكلناها على يد يعني على يد الأم، على يد الأخت والزوجة، هذا شيء مهم. والسبب الثاني بالنسبة لي يعني من خلال سفري والغربة أيضا في أكثر من بلد، جرب الواحد أطباق كثيرة ومطابخ كثيرة من الشرق والغرب، فوجدت إنه المطبخ اليمني متميز. المطبخ اليمني يتميز بنكهاته وبتنوعه وبثرائه الغذائي والثقافي. أهم ملمح ممكن تلمسه هو المطاعم اليمنية، ستجدها في منتشرة في كل أرجاء ماليزيا، والإقبال غير العادي على هذه المطاعم، وهذه مسألة مهمة. الملامح أيضا الثقافية وهي صناعية وتجارية، هناك عدد كبير من المستثمرين اليمنيين موجودين في ماليزيا ويسهمون في حركة المجتمع الماليزي، وهي عملية ليست سهلة وليست قليلة. ونحن عندما تقول ثقافة ينبغي أن لا نفهم الموضوع بأنه متصل بالفن والرقص والطعام. الثقافة هي أسلوب حياة بكل تفاصيلها، ولذلك إحنا لما نتكلم عن التجارة والصناعة وغيرها هي أسلوب حياة، وهي أيضا تتصل بالفعل الثقافي الذي نتحدث عنه. بالنسبة لطريقة طباخة المندي، مندي اللحم أو المندي الدجاج والرز، تتم طباخته بطريقة يعني طريقة خاصة فيه، طريقة تقليدية أو طريقة بحيث تجيب الطعم أو النكهة المطلوبة من المندي. تتم طريقته بإجراء بطباخة بحفرة تحت الأرض بحدود تقريبا متر ونص تحت الأرض، يتم طباخته مع إضافة طبعا البهارات والتتبيلات الخاصة في المندي. بنمثل الزبائن الماليزيين بنسبة 75% من زبائننا الرسميين المتواجدين في زوارنا في المطعم وادي حضرموت، وذلك نتيجة للتقارب الثقافي والديني ما بين اليمن وماليزيا. لا شك يعني احنا بنحرص يعني اقل شيء مرة في الاسبوع او كذا ان احنا نخرج يعني كأسرة ونروح مطعم يمني، فهي جزء من تراثنا وجزء من هويتنا، وبعض الأحيان يعني تحس إنه تحتاج إلى هذه الوجبة التي أنت تحن إليها.
أكثر من أي شيء آخر. بقدر ما نحن نستثمر في مجال الأطعمة أو الوجبات اليمنية المشهورة، إلا أننا نقدم ثقافة يمنية متعددة. مثلا في بعض المناطق مثلا تشتهر مثلا وجبة المندي تشتهر في مدينة حضرموت أو محافظة حضرموت، ووجبة مثلا الزربيان والصيادية في محافظة عدن، والسلتة أو الفحسة صنعاء مثلا تعز تمثل الملوح والسمك الموفى. نركز على التصاميم في مطعمنا أن تكون مستوحاة من الطراز المعماري اليمني المتقدر لآلاف السنين، حيث تظهر ذلك من خلال الأشكال والقمريات التي نضيفها على تصميم المطعم، كما نعرض بعض اللوحات التاريخية والأثرية التي تمثل ثقافة وحضارات اليمن. الفارق بين المأكولات اليمنية في اليمن وفي الخارج، بلا شك هناك يعني بعض الفوارق، منها بعض المواد الأولية ربما يعني لا تكون بنفس الجودة أو لا تكون بعض الأحيان متاحة، فبالتالي بيصنع فارق بسيط. لكن أنا فلسفتي الخاصة أنه يعني ما أنا مقدم عليه هو الأفضل وما أمامي هو الأفضل، فبالتالي عادة أستمتع بالأكل اليمني حتى هنا ولا أجد أن فيه أي قصور. نحن نسعى أو نحرص لتقديم الصورة الحقيقية لليمن. اليمن ليست مشوهة كما يحكي عنها الإعلام. اليمن ليست البندقية. اليمن ليست المدفع. اليمن ليست الدم الذي يجري. اليمن هي القلم. اليمن هي المعرفة. اليمن هي التاريخ. اليمن هي الحضارة. اليمن هي الإنسان الذي شكل كثير من الحضارات في كثير من بقاع الأرض.